قيس خالد، المسؤول الإقليمي المشرف على مؤسسة الريادة بمديرية الرشيدية. بخصوص هذا المشروع، مشروع المؤسسة الرائدة، فهو مشروع رائد بامتياز، على اعتبار أنه يمكن اعتباره الآلية الأساسية لتحقيق الإصلاح برمته، الإصلاح اللي كيتمثل في مجموعة من السياقات المؤسساتية والقانونية اللي بسبب تنزيلها على مستوى منظومة التربية التكويني ومنظومة التربية التكوين، خاصة خارطة الطريق 22-26. كريم كريومي، مدير مدرسة الأميرة لالا مريم أرفود. مشروع مؤسسة الريادة مشروع ناجح بامتياز، انخرط في الفريق التربوي بشكل تلقائي ومسؤول، مما خلف آثارا إيجابيا على مستوى اكتساب التعلمات في اللغة العربية واللغة الفرنسية والرياضيات. الهدف من هذا المشروع هو جعل المدرسة العمومية مدرسة رائدة على مستوى الأداء والتعلم، كما ساهم بشكل كبير ومتميز في تجهيز الحجرات الدراسية بمساليط وحواسيب نقالة لفائدة الأطر التربوية، وكذا مكتبات صفية. وعلى مستوى الفضاء، فأنتم تشاهدون فضاء لالا مريم لا أعبر عن ذلك، ولكن الفضاء يعبر عن نفسه. عبد الله حسنوي، أستاذ بمدرسة لالا مريم مدينة أرفود. هذه المدرسة التي انخرطت في مشروع الريادة، هذا المشروع الذي تبنته وزارة التربية الوطنية من أجل تحفيز التلاميذ على التطوير والإبداع، وذلك بتوفير بنية تربوية تتضمن مجموعة من الآليات الحديثة. لو اسماعيل رشيد، أستاذ بمدرسة لالا مريم. بالنسبة لمشروع مؤسسة الريادة، هذا المشروع أتى كخريطة الطريق لتنزيل الإصلاح التربوي 2022-2026، وهو آلية أساسية كما قلت لتنزيل ولتدبير التعلمات بالنسبة للمتعلمين. هذا المشروع أتى بمجموعة من التدابير التي تروم الرفع من جودة التعلمات من خلال توفير جملة من التدابير، من بينها بعد بداغوجية. من خلال تتبعنا لأساتذتنا في تجربة المدارس الرائدة، تعلمنا الكثير من المهارات والتقنيات والقيم.